عاشت تحفة الميادين يوماً آخراً سعيداً من أيام مهرجان ختام المرموم الذي وصل إلى محطته السابعة، وكان ذلك وسط الحضور الكريم والتشريف من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، عاشق رياضة الآباء والأجداد والذي أضفى وجوده على المرموم كامل الأناقة والجمال. وتواجد بجانبه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، جميعهم كانوا وجوداً وشهوداً على انطلاقة المنافسات الصباحية للسن الإذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وبسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة أول الأشواط، هذا الشوط الرئيسي، الشوط الأول، شوط الإبكار المفتوح. رمز ليس ككل الرموز، وكأس انتظرنا معرفة حاصده والفائز به. الترشيحات جميعها انصبت على أسماء بعينها، ولكن تفاصيل النهايات لم تمضي في طريق الترشيحات. محاولات العروبة لهجن العاصفة في التقدم منذ البداية لم تفلح، لتتسلم بلشة لهجن الشحانية الصدارة بملاحقة وعد لهجن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بينما تواجدت المرشحة الأبرز حبوبة بشعار هجن العاصفة ثالثا. وبالمقابل دفعت هجن الرئاسة بصح في المركز الرابع. صح انتزعت الصدارة لبعض الوقت قبل أن تتسلم حبوبة زمام الشوط كاملاً وتمضي بقوة مقدمة مستوى رفيع أكدت به أن من رشحوها كان معهم ألف حق. حتى اللحظة التي تسلمت فيها حبوبة الصدارة كانت العروبة تركض في منتصف المتسابقين، ولكن مع الوصول إلى الجزء الأخير من السباق وفي اللحظة التي أحس فيها غياث الهلالي بأن حبوبة ربما تكون في حاجة للمساندة، تم إبلاغ العروبة لتتحرك بسرعة مذهلة متخطية المراكز وصولا إلى الوصافة، وفي آخر الأمتار انتزعت الصدارة من حبوبة لتحصد كأس الإذاع الأبكار المفتوح وتهديه إلى مالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وتحقق بذلك توقيتا نادر الحدوث وقدره 8:36 وست أجزاء من الثانية. سلام عاصفي، سلام حمداني، العروبة هي العروبة، تهانينا والناموس إلى العاصفة وأجنها ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مالك العاصفة، مالك الأصايل، عاصفية حمدانية. وينطلق مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء رمزنا الثاني الذي يعلن انطلاق المحليات الأصايل. قدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة الشرود على الصدارة في الشوط الرئيسي للإبكار المحليات الأصايل، ولحقتها من هجن العاصفة بهجة وكانت عنيدة في المركز الثالث، ومن خلفها كانت تركض هملولة وهي اسم آخر قدمه المجازف. وظلت الشرود على صدارتها متمسكة وفي رغبة حقيقية في إحراز الناموس حتى الكيلومتر الأخير، عندما جاء التدخل الثلاثي من جانب نية لهجن العاصفة وهملولة لهجن الشحانية وصليطة لهجن العاصفة. تدخل خلط أوراق الشوط الذي تمكنت به هملولة بقيادة المجازف من انتزاع الصدارة قبل الوصول إلى خط النهاية بأمتار قليلة، لتهدي هجن الرئاسة كأس الإبكار في توقيت وقدره 8:43.5 الله، كأس المحليات بالعصاف الإبطان لآل الهيان، تهانينا على فوز هملولة بالمركز الأول. لينطلق هذا الشوط المفتوح الخاص بالقعدان، انطلقت الأسماء والبندق الذهب. كان اللال لهجن العاصفة هو الورقة الرابحة التي استخدمها غياث الهلالي في سبيل تنفيذ خطته لحصد بندقية الجعدان المفتوح، بينما كان يلاحقه الهموم لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. الذهبي سالم بن فاران المري جاء إلى المرموم وعينه على الرمز ولا شيء غير الرمز، وفي سبيل ذلك دفع براعي الرمز في ختام الكويت نسناس وراعي الرمز في ختام الشحانية المتحد. نسناس والمتحد ركضا في البدايات في المركزين الثالث والرابع،
ولكن مع عبور منتصف المسافة تغير الوضع العام في الشوط بعد أن أصبح الصراع شحانياً بين المضمر الذهبي والمضمر العملاق، حيث صعد نسناس إلى الصدارة بملاحقة الهموم والمتحد الذي كان هو صاحب الكلمة الفصل والنهائية في السباق بعد أن انتزع الصدارة عند الأمتار الأخيرة وتمكن من إضافة رمز ثاني إلى رصيده بحصوله على بندقية الإذاع الجعدان المفتوح في المربوم، محققاً توقيتاً مميزاً حيث وصل إلى خط النهاية عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 8 دقائق و36 ثانية و7 أجزاء من الثانية. على خط الشبابي محمية الروية، السلام إلى الدوحة إلى تميم العز والأمجاد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آلثاني، سلام يا الدوحة. نبدأ مع شوط الإذاعة الجعادين المحليات. السنافي والمرعب لهجن العاصفة كانا مرشحين بارزين لإحراز بندقية الجعدان المحليات، تواجدا منذ البداية في الصدارة وجاء عفرين لهجن الشحانية ثالثا وكفوا لهجن العاصفة رابعا، بينما ركض مرشح هجن الرئاسة البارز للرمز غازي في المركز الخامس. رغم تدخل البصير لهجن الشحانية عند بوابة منتصف الطريق كانت الملامح العامة للشوط تشير إلى أنه سيكون عاصفيا، وذلك في ظل التميز الكبير للثلاثي السنافي والمرعب وكفو، والذين حافظوا على تقدم اللونين الأسود والأبيض رغم المحاولات العديدة من جانب الباهر لهجن الرئاسة والذي حاول حصد الرمز في الأمتار الأخيرة من السباق، ولكن كفو كان قد حسم المعركة تماما بسرعة وتميز كبير قاده في النهاية إلى أهداء مالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بندقية الجعدان المحليات، وكان ذلك في توقيت وقدره 8 دقائق و58 ثانية و8 أجزاء من الثانية. ها هي امبراطورية هجن العاصفة تخطف البندقية وليواله مع البندقية يا غيار، تهانينا لمالك امبراطورية هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. نتابع عبر الجدول التالي نتائج الفترة الصباحية.